أنا أفتخر أني هندي بروة، لك جمعت بين الاختراع والبيئة الهندية، هذا بيخليني أقدم مادة مختلفة ووحيدة بصفة خاصة. أنا بقدم شي خاص للبشرية، لأني هندي بلاقي صعوبة لأنه لازم أعمل جهد مضافة حتى أكون على مستوى العالم، ويأمنوا في أني قادر أعمل اختراع واختفجف إشي جديدة بالتكنولوجيا. أنا بدي أنه العالم تعرف أنه وراء كل هندي ممكن يتحقق اختراع للبشرية. بتمنى أنه كل واحد منكم يحقق أحلامه بالجهد بيتوصل لأحلى التكنولوجيا. أنا اسمي إنتي كوندو، شاركوني بهالفيديو.